من القانون، من فقرتنا السابقة القانون للمواهب، مباراة قوية وجمهور متحمس لا متعة لهم بدون وجود معلق رياضي بتميز بخفة الظل والأداء القوي. ومثل كل يوم أو مثل ما متعودين ببرنامج صباحنا غير، متعودين نضوي على المواهب والأطفال السوريين يلي عم تتنوع مواهبهم كل مرة، واليوم أكيد رح نضوي على موهبة حلبية جايتنا من حما، عنده موهبة خاصة وهي التعليق الرياضي. أكيد بيسعدنا نرحب بالطفل محمد علاء الدين السعيد. صباح الخير. صباح النور. كيفك محمد؟ الحمد لله. كيفك يا محمد؟ الحمد لله. محمد أكيد كان معنا ضيف وقت كنا بمهرجان حما، كان ضيفنا محمد الشاب الحلبي الصغير اللي عايش بحما، يعني عنده موهبة بتاخد العقل. خلينا نعرف المشاهدين شو هي موهبتك؟ التعليق الرياضي. تفضل علق لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي أحبائي سادتي أينما كنتم، من ملعب الكامب نو في مباراة ستجمع بين فريق سوريا بين ريال مدريد وبرشلونة في مباراة كبيرة. تشكيلة ريال مدريد: في حراس المرمى كيرين نافاس، رباعي الدفاع مارسيلو وسيرجيو راموس ورافائيل فاران وداني كارفاغال، ثلاثي خط الوسط اللاعب إيسكو واللاعب لوكا مودريتش واللاعب الكبير توني كروس، وثلاثي خط الهجوم اللاعب كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما وجارث بيل. أما تشكيلة برشلونة: في حراس المرمى اللاعب تير شتيغن، رباعي الدفاع اللاعب الكبير جوردي ألبا وسيرجيو روبرتو واللاعب صامويل أومتيتي وجيرارد بيكي، ثلاثي خط الوسط اللاعب راكيتيتش واللاعب أرتورا فيدال واللاعب الكبير سيرجيو بوسكيتش، ثلاثي خط الهجوم اللاعب الكبير ليو ميسي الأرجنتيني واللاعب لويس سواريز وكوتينيو. تبدأ المباراة، تزام مباراة كبيرة، مباراة سنشهد فيها كل شيء، متعة كبيرة في هذه المباراة. تبدأ إذا والكرة عند كريستيانو رونالدو، رونالدو إلى الأمام، رونالدو إلى بنزيما، بنزيما أخذها إلى وراء إلى توني كروس، كروس إلى رونالدو، رونالدو إلى بيل، بيل كرة خطيرة والهجمة، الهجمة كريم وكريم، 1-0 لريال مدريد عبر الكبير كريم بنزيما، يسجل إذن الهدف الأول في هذه المباراة، هدف رائع لكريم بنزيما. الريال 1-0 برشلونة في هذه المباراة، 1-0 لبرشلونة في مباراة تاريخية، 1-0 في الدقيقة الأولى يسجلها اللاعب كريم بنزيما. الآن كرة في الدقيقة 55، الكرة عند ميسي، ميسي للأمام وميسي بكرة، اختير سواريز، سواريز مر وعدى والتعادل لبرشلونة، 1-1، 1-1 يا برشلونة. لويس سواريز الأورجواياني يسجل في شباك ريال مدريد في الدقيقة 55، جول لفريق برشلونة. إذا النتيجة 1-1، مباراة كبيرة، 1-1 في هذه الأجواء الرائعة في الكامب نو. الكرة في الدقيقة الأخيرة، الدقيقة 90، الكرة الريال، الريال مقطوع، برشلونة هجمة مرتدة، الريال بكرة، برشلونة بكرة، اختيار لويس سواريز، سواريز بعيدة ولا ضربة المرمى عند اللاعب كيرين نافاس، والكرة كيرين نافاس وصلت لكروس، كروس في آخر هجمة، كروس إلى الأمام، كان بنزيما الدون، خطيرة كريستيانو، مبروك ريال مدريد الفوز الكبير على بلوغرانا برشلونة، 2-1، 2-1 لريال مدريد. تنتهي المباراة 2-1، يعني كل شيء في الدوري الإسباني ولا اللقاء في مباراة أخرى. نتيجة رائعة لريال مدريد، استحق الفوز على برشلونة. يعني برافو عليك، عن جد برافو، بتجنن. زعلوا لك فادي زعل وهيك لانه ربحت ريال مدريد، هلا بدنا نعمل لهم وحده ثانيه نخسرها. ايه اوكي وافقت. يعني قد ما اندمجوا معهم الشباب غير شكل محمد. اسم الله شو هالنفس الطويل والحماس. بدنا نبلش معك محمد، ايمت هيك اكتشفت انه انت بتحب التعليق وبلشت تعليق؟ كان عمري 8 سنين بال 2017. كيف يعني كيف كان الجو؟ كنت قاعد وحدا سمعك بابا او ماما انت عم تعلق؟ لا، كنت اول شيء انا احضر مباريات، اتعلمت من معلق عصام الشواري، صرت اتعلم منه واعلق لبابا وماما، اكتشفوا موهبتي وتعلمت التعليق.
طيب محمد، كثير في اسماء لاعبين بيكونوا صعبين، يعني تماما من جنسيات عديده ومختلفه ومن بلدان، ويمكن اللفظ تبعهم بيكون شوي صعب. كيف بتتدرب عليهم وكيف بتتعلموا؟ لا خلص بس تسمع الاسم بتحفظه فورا؟ هلا انا اتعلم الشوال. الشوال هو بيعطوه ورقه، ورقه فيها اسماء اللاعبين، هو بيزيعهم وبيزيعهم بيعرف شو هن الاسماء، وانا اتعلمت منه انه شو هن الاسماء، صرت احفظهم لانه هو بعلق يزيع اسماء وانا حفظتهم معه. اوكي. محمد، يمكن انت بتحب فريق ريال مدريد؟ نعم. عم اقول لحالي فوز لريال مدريد. طيب خلينا نحكي قديش بتتدرب اليوم؟ بتعرف انت مو بتتابع مباريات كثيره، ليش بتحب هذا المعلق عن غير معلق؟ شو بتحس انه اللي بده يعلق بده يمتهن هاي مهنه المعلق الرياضي لازم يكون عنده مواصفات؟ شو بتحس هيك لازم يكون عندك شغلات لتكون انت معلق قوي؟ سرعه البديهه اول شيء، والحماس، حماس اهم شيء. مثل الشوالي، اخترت الشوالي هو افضل المعلقين بالوطن العربي والعالم. محمد، انت بتعتب تحضر على اليوتيوب وبتعيد المقطع كذا مره لحتى تحفظه؟ ايه، واحيانا على التلفزيون. على التلفزيون من اول مره معقول بتحفظ التعليق؟ لا هلا مو من اول مره حفظته، شي 3 مرات لحسنت قدم هالموهبه وعرفت هذا علق عليه. محمد، هلا بدي اسالك تقريبا، بدك تجهز شيء ببالك؟ يعني احنا نروح على الموجز، ما فينا نطول، خلينا نقول نحن سوري بسوريا متعطشين لفوز للمنتخب السوري. بدنا هيك تخترع لنا هيك مباراه اللي تفوز فيها المنتخب السوري، خلينا انا وليا لاعبين، بس انا اللي راح افوز، هي ما راح تعرف تسدد لي الهدف. نرمين حتفوز وليا ما راح تعرف. انا ليا وهي نرمين. تمام، وبنحكي هيك نتخيل المباراة بكأس العالم. في عندك سامر وفي عندك فادي، الشباب كلهم فيك تحطونا بالمباراة. أول شيء أستاذ جعفر إذا بتريد كمان خليه هو الحارس. هو الحارس. هو الحارس. بس بدنا نقول هيك نتخيل المباراة بأسماء المنتخب السوري هيك بكأس العالم وأخذنا الكأس. تمام، قبل ما نجهز هيك بدنا نقول، بس بدنا نساله اخر شيء قبل ما نروح على الموجز، كيف اليوم انت عم تنمي موهبتك؟ كيف عم تتدرب؟ شو بتحلم تصير بكره؟ بحلم اصير معلق رياضي ان شاء الله. وبس خلصت من التعليق الرياضي، خلصت منه تصير لاعب كرة قدم. يلا يا محمد جاهز؟ يلا جو. مرحبا بكم أعزائي حبيبي سيدتي أينما كنتم، من ملعب روسيا هنا في أجواء كبيرة في موسكو، مباراة تجمع بين المنتخب السوري والمنتخب السعودي في مباراة كبيرة. الآن المباراة في أجواء رائعة، في حضور جماهيري غفير للفريقين، المباراة كبيرة. والآن كرة ضربة البداية، اللعب لا تلعب الآن كرة خطيرة إلى الأمام لمحمود المواس. محمود المواس مر محمود المواس الأول، عمر السومة، نرمين إلى الأمام، كرة خطيرة يلعبها إلى عمر السومة، والسومة مر، والسومة للايا وليا وتصدير. 1-0 لسوريا، 1-0 لسوريا، والهدف الأول لسوريا عبيليا. لا يسجل الهدف الأول لفريق سوريا، المنتخب الكبير، المنتخب الرائع نسور قاسيون يسجل. إذن الهدف الأول في مباراة في الدقيقة 34 في الأجواء الرائعة في هذا الملعب على السعودية، 1-0، يعني مباراة كبيرة. إلى الكرة في الدقيقة 55 للسعودية، السعودية تحصل على ضربة ركنية وكرة ترفيعة خطيرة وسط الحارس، ليه خطير، 1-1 للسعودية. قلت إن المباراة لن تنتهي 1-0، 1-1 يا سعودية، السعودية 1 عبر تيسير جاسم الحاسم يسجل. إذن هدف لمنتخب السعودية، 1-1 في مباراة كبيرة، 1 في أجواء رائعة، 1-1 الآن كرة في الدقيقة 55، دقيقة سجل الهدف، من قبل دقيقة يسجل الهدف للسعودية. الكرة عند اللاعب عبد القادر حسين للأمام، عبد القادر لنيرمين وتسجيل. سوريا جول، 1-2 لسوريا،
سوري يسجل الهدف الثاني، الحاسم يلا عليه هذا الهدف، هدف يهز موسكو بأكملها، 1-1-2 لسوريا، سوريا يسجل، سوريا تنتصر بكأس العالم على المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدف، وينهي المباراة ويشعلها في 2-1 وعلى اللقاء. اللقاء يعني راح أمركض أنا بعد شوي عن جد، يعني تحمست عن جد، صدقت حالي أني دخلت أخذنا الكأس إن شاء الله. هيك بلكي هيك بتكون تفويلة مثل ما بنقول، تفويلة كتير حلوة، يعني شو الموهبة الحلوة، شعلت المكان كلياته. محمد قبل ما نودعك شو بتحب تقول كلمة أخيرة؟ يعني قديش حلو أنك تكون شاطر بالمدرسة وشاطر بالتعليق الرياضي، داعمينك أهلك وإخواتك، خلينا هيك نوجه كلمة أخيرة للكل. الشيء بصير أني نصير معلق ودراستي تصير منيحة، وأهلي يشجعوني على التعليق والدراسة، الدراسة أهم شيء، بعدها باتجاه التعليق بالصيف مثلا، يعني أنا بعلق بالصيف وبالشتاء على الدراسة بدرس وبالصيف بعلق. محمد بتحس حاب يعني بدك تشارك بمهرجانات أو بالمدرسة مثلا، عم يكون لك نشاطات ولا لا بس بالبيت؟ لا أحيانا يصير عندي نشاطات بالمدرسة. محمد نتشكرك كتير، وبدنا نتشكر والدك كمان يلي جايين اليوم ضيوفنا، أنتم من حما أصلكم حلبية، أكيد منرفع رأسنا فيك يا محمد، أهلا وسهلا فيك. شكرا. الطفل محمد علاء الدين السعيد كان عندك موهبة التعليق الرياضي، نورتنا اليوم، وهيك دائما ناطرين لنسمع اسمك كمعلق رياضي بأهم المباريات العالمية. أهلا وسهلا.